طيب ايه الحالات اللي قابلتك اللي اتعرضت للتنمر؟ احكي لنا عن الحالات، يعني بما ان حضرتك اخصائي نفسي اكيد اتعرض عليكي حالات دي. اكيد طبعا بيجي لنا حالات في العياده بصراحه كتير جدا، بتكون مثلا اطفال. في اخر مره كان طفل عندي مثلا، الطفل ده كان جالهم استدعاء ولي امر لاهله ان الولد ده ضرب زمايله كلهم في الفصل وكسر سنان حد بهدل المدرسه كلها. فاحنا كلنا استغربنا الولد ده ازاي عمل كده. فلما قعدت معاه ومع الاهل عرفت ان الطفل ده مش حد مؤذي، هو حد اتاذى من الاهل، اتاذى ان هم مش واخدين بالهم منه، في اهمال، في حد من اخواته وكان ولد وسطاني فكانوا دايما بيتنمروا عليه، دايما مش مدينه اهتمام، مش بيسمعوه، مش واخدين بالهم منه. فالولد فعلا طلع ضحيه، هو دايما اللي بيتنمر ده هو مش ما فيش حد بيتولد متنمر، هو الولد اتعرض لده، ما هو اتعلم حاجه زي دي. الاب والام ممكن يكون الاب بيتنمر على والدته فهو اتعلم، شاف حد قدامه مثال فبدا يطبق ده بطريقه باي طريقه جت معاه. من وجهه نظرك ان التنمر ده ممكن يخلق شخص عدواني، شخص مريض، شخص مضطرب، وممكن يكون هو عدواني بالظبط. هو لو شخص فيه بذور للعدوانيه بسيطه فده هيقويها، ولو شخص سوي وتعرض للتنمر ممكن يبقى شخص متنمر.